السلام عليكم حبايب قلبي. امتى بنستعمل البنادول الازرق او البنادول الاحمر؟ شو الفرق بين البنادول الازرق والبنادول الاحمر؟ خليكم معي بحولكم شو الفرق وامتى بنستعمل كل واحد منهم. البنادول الازرق يتكون من 500 ميلي جرام باراسيتامول. استعمال الرئيسي تخفيف الصداع والحمى. أما البنادول الأحمر يتكون من 500 ميلي جرام باراسيتامول مع 65 ميلي جرام من مادة الكافيين. استعمال الرئيسي ألم الأذن، الأسنان، العضلات، ألم الدورة وتخفيض الحرارة. لا يستعمل في حالات الألم ناتج عن الصداع بسبب الإرهاق، لأن الكافيين ينبه المخ فيزيد من الصداع. هاي الزبدة حبايب قلبي، انتبهوا وانشروا الفيديو خلنا نستفيد، وتحياتي.